السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غادي نجيو للشارع اللي مخدوم واحد شوية، مخدوم مهم مخدوم، ما نعيقوش ثاني نقول لهم مخدوم مش مخدوم. هذا هنا فاش غادي يدوزو دوك الحافلات العادية الجودة بالدال ماشي باللام، حيك شفناهم وشفنا كيديرين. هذا شارع كبير، هذا في حي الهدى، تبارك الله ما كرهناش جميع المدن المغربية يكونوا بحال هذا الشارع. إعادة التهيئة، كنشكروا هنا العمال المسؤولين ديال الشركة ديال الجي تي ار لأنهم اللي خدموا في هذا الشطر. هذا الشطر الثالث من الخط الأول، ذاك الخط الأول فيه 15.5 كيلومتر، ذاك الشيء راه يا سلام مزيان هذا الشيء. اللي كيسول على التجارب متى غيبداو، مازال ما عرفنا التجارب راه مازال ما بداو. إذا ذاك الشيء اللي كانوا كيبريزونطاو غير باش يدوزوا ديك عيد العرش. على شارع زوين انا صراحه، داروا حتى فين يباركي وعباد الله فين يكون الباركينغ. كاين الناس هنا عندهم محلات خاسرين عندهم فلوس. حي الهدى دابا عندك حي السلام والمورا حي الهدى والمورا حي التسيلة هو الحي الصناعي. سبب يدير بان دابا هاد البياشينيس هذا غادي يدوز في هاد الاحياء هادو كاملهم، وان شاء الله من هنا لقدام واحد ضرب هاد البياشينيس هذا واحد 3 سنين ولا 4 سنين وحيدو ويديروا بلاصتو الترامواي. انا ما كرهناش كاع المترو الانفاق هذاك هو الواعر. سدينا هاد البلاصه هادي اللي قدامي، اذا كيقول لي بان ندوز من هنا صافي، دابا عندهم باقي الخدمه هنا. هادشي قال لك علاش عطلو، قال لك راه جاي شي شركه سميتها النقل والتنقلات ولا مارتيلات تكلف بهادشي تبع للدوله. هادشي اللي كيقولوا هو واش على الخطر دابا فين دابا. حنا راه دايزين من الباساج ديالي ولكن هما اللي حابسين الطريق صافي. جو بونس بان هادو الاخرين هما اللي محسوبين على الهدى من مورا داك الشيء. تسهيلة ثانية راه هي اللي هو كبير زوين. ولكن اخويا كيديروا الدخل هذا دعيناهم الله. اللي بغى يعرف ديك الحركه سميتها اللي كتدافع على اللي كتحارب الدخل ديال المغرب، تبارك الله واحد المراه هي الرئيسه ديالها، مشات ليا سميتها نكتب غير حركه بيئه المغرب 2050. هادشي هذه يمكن هي سميتها. انا هاد الشارع هذا رئيسي، هذا تبارك الله هذا كبير، هذا واسع ما فيهش المشكل هذا نهائيا. هذا اللي دار البلون داميناجمون ديال التسهيله مهندس واعر، دابا الناس باش مزيان هاد الحافلات العادية الجودة هو أنه غادي يوليو الناس دابا ديال اللي خدامين في تسهيلة واللي خدامين في لافيل كيديبلاصاو لهنا الثمن اللي هو قليل. كاين لا فريكونس قالك ما بين كل طوبيس وطوبيس كاينة 10 دقايق. سيراميكا مور كارلاج لي سانيتير زعما صراحة هذا مزيان مقارنة مع الآخر، ولكن ماشي إكسترا أوردينير ولكن المهم مزيان. هذا كيقولوا ليه ليت ولكن واحد اللي
هاد الشارع هذا راه تاعو شارع محمد الخامس ولكن الضو شتونا ناقص شارع من واحد الجهة قادر مدينة نقية ماشي ديال اللي هي موسخة اللي بغا يصيب طوموبيل